إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما نحن فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قد شهد الله عز وجل على نفسه بالوحدانية، وشهد على شهادة أن لا إله إلا الله هي أعظم شهادة. شهادة أن لا إله إلا الله من أجلها أقام الله الحجة على عباده، حيث أخذ عليهم الميثاق، فقد أخرجهم من ظهور نبي الله آدم عليه السلام، وأشهدهم على أنفسهم بهذه الشهادة. ما من مولود إلا
في هذه الشهادة العظيمة ملت السعادة في الدارين. هيئ نفسك لاستجماع وسماع أركان إن أنت استجمعتها وحققتها في شهادة أن لا إله إلا الله كنت من أهلها. أما إن نقص عندك شرط وركن واحد فلا خيبة المسعى والهلاك الهلاك. الشرط الأول محبة في الله هو شرط العلم الذي ينافي الجهل، فلا يدفع في هذه الشهادة الشرط الثالث أحبتي في الله هو شرط القبول الذي ينافي الرد.
لهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا دعوا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده استكبروا وأبوا وأعرضوا. الشرط الرابع أحبتي في الله هو شرط الانقياد الذي ينافي الترك. شرط الانقياد، شرط هذه الشهادة العظيمة أن تنقاد لها وأن تنقاد لمقتضياتها. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك، أقسم الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون. أقسم الله سبحانه وتعالى على نفي الإيمان ممن قال فلا وربك لا يؤمنون حتى، وما نفي قبل حتى يبقى منفيا إلى أن يقع ما بعد حتى، أي الإيمان يبقى منفيا إلى أن يقع ما بعد حتى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي وينقادوا انقيادا للشرع غير كارهين له بل محبين له مسرعين إليه راضين بما جاء فيه. ولذلك الذي لا يحكم شرع الله سبحانه وتعالى يكون قد نقض شهادة أن لا إله إلا الله بنقض شرط الانقياد فيها. الشرط الأول هو العلم الذي ينافي الجهل، الشرط الثاني هو اليقين الذي ينافي الشك، الشرط الثالث هو شرط القبول الذي ينافي الرد، والشرط الرابع هو شرط الانقياد الذي ينافي الترك. شروط عظيمة أحبتي في الله، وجب على المسلم أن يتحراها حتى تصح شهادته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، هذه الشهادة العظيمة هي التي بها يثبت إسلام المسلم وإيمانه، وبدونها ينتقض إسلام المسلم وإيمانه، ولا يتم ذلك إلا باستجماع هذه الشروط، إذ انتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط ويوجبه، فمتى انتفى شرط واحد من هذه الشروط السبعة انتفى المشروط، أي انتفى ثبوت الإسلام في الدنيا، فلا يحكم لقائلها إن هو نقض شرطا واحدا من هذه الشروط، لا يحكم لقائلها بالإسلام، فلا يكون من أهل السعادة والنجاة في الدنيا ولا في الآخرة. ورأينا شرط العلم الذي ينافي الجهل، وشرط اليقين الذي ينافي الشك، وشرط القبول الذي ينافي الرد، وشرط الانقياد الذي ينافي الترك. ومن شروط هذه الشهادة العظيمة شرط الصدق الذي ينافي الكذب، شرط الصدق الذي ينافي الكذب. قال الله سبحانه وتعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا
هو شرط الإخلاص الذي ينافي الشرك، شرط الإخلاص الذي ينافي الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من الدين إلا ما كان خالصا. وجاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه سبحانه:
فابتلاه الله عز وجل بهذه الآية: فأعني سمعك وقلبك لفهم ما سيتلى عليك. هي آية عظيمة ينبغى على كل مسلم أن يعرض حاله عليها حتى يتفقد محبته لله ومحبته لشهادة أن لا إله إلا الله. هل هو صادق فيها أم تراه كاذبا؟ نحن الآن في أيام عظيمة، نحن الآن في العشر الأواخر التي